التدوين. لا لا مو بداية، احنا دا نحشي ويا الدول المعنية احنا بإرادتنا مو الدول الأخرى. ما يخالف سيادة الرئيس، بس من تبحث قضية الأكراد على صعيد 3-4 دول، مو شأن وطني كل بلد هو شأن الداخلي يبحث ويأخذ عليه موقف. من يبحث بين 3-4 دول معناه بداية بحث على مستوى خارج الحدود الوطني، يعني بتدوين. التدوير مو إلا كل الأمم، جزء منها على صعيد المنطقة صارت تبحث قضية الأكراد. شوفوا إذا على صعيد المنطقة. بس يا الرئيس هذا يعني إحنا في يعني يجوز شيء بالمستقبل اللي إحنا ما يلائمنا، يعني أنه نرفع القضية من قضية وطنية إلى قضية دولية. على مستوى التفكير غير، لو الأمة العربية بوضع جيد إحنا نطرح القضية الفلسطينية. ونعم نبحث وشكوا بها، وحتى إذا يريدون الأكراد يصيرون دولة كاملة خلص، يعني كل حالة بحالته. هم الأكراد مو شعب، الإنسان إذا ما يريد الحالة اللي هو بيها، يعني ما أكو ترى بالدنيا قانون يقول له إلا صيب. إحنا هاي حالة يريدوها قوية، هاي حالة اللي ما يريد شو أي حالة يريد، يعني يشوف. يجوز العراقيين في اليوم، يعني احنا مو بدينا هذا، من بدنا نحكي لان مصير العراق مو قرر يجي كيف ما اتفق. بس اذا العراقيين في اليوم اقتنعوا بحاله معينه، روح لها لو ما روح لها. بس سيدي الان بهيجي الان بهالظروف احنا راسا ندعو لبحث القضيه على صعيد مجموعه من الدول، معناه انه باشر اذا بحثت بالامم المتحده وراد واحد يبحث بالامم المتحده صعب نقول له لا هذه قضيه وطنيه قضيه داخليه. يقول انتم البارحه اردتوا بحثها على صعيد 4 دول، خلينا نبحثها على صعيد مجلس الامن. لا ليش الدول المعنيه اللي بيها اقليه كرديه بيناتهم هم يبحثون هذا الموضوع. الشيء الاخر سياده الرئيس، انا اعتقد ان تركيا ستشعر ستنزعج من هذا الإعلان. خل تنزعجنا على أبو تركيا بجد أبو إيران. إيه بس يا رئيسهم الآن بغضر موقفهم جيد من عدم. آمين. إيه بالله. يعني هم ملاعين والدين. يعني ملاعين والدين مثل إيران ناقصا أشياء محددة معروف. هم الرجال يقولوا كانوا غطنا يعني إيه. الأتراك وزاد يريد شيء يبيع ويشتري براسنا. يحكي في السوق الأوروبية. القضية الكردية بس هم أخذوا موقف لا بأس به، يعني زين أفادنا مواقفهم بغض النظر لمصلحتنا أو لمصلحتهم، لكن موقفهم